تعثر إذن المنتخب الوطني للمحليين في نهائي بطولة إفريقيا للأمم شان 2022 بعد انهزامه بركلات الترجيح في المباراة التي جرت سهرة أمس بملعب نيلسون مانديلا ببراقي. رغم هذا التعثر فإن الجزائر اليوم انتصرت ونجحت بمستوى التنظيم المحكم والتسيير الراشد لمحفل الشان بكل تفاصيله، محفل أبهر العالم وإفريقيا، وهذا بشهادة الشخصيات الرياضية التي حضرت العرس الكروي الإفريقي على أن الجزائر قادرة حتى على تنظيم كأس العالم بنجاح بالنظر إلى المرافق والإمكانيات التي وفرتها خلال هذه الطبعة السابعة لبطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين لكرة القدم التي كانت ناجحة بكل المقاييس.